أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي ينفقونها طلبا لمرضاته وتصديقا بلقائه تحقيقا للثواب عليه. كمثل جنة بربة، أي كمثل بستان كثير الشجر بمكان مرتفع من الأرض، خصت بالربة لحسن شجرها وزكاء ثمرها، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، أي أصابها مطر غزير فأخرجت ثمارها جنية مضاعفة ضعفي ثمر غيرها من الأرض. فإن لم يصبها وابل فطل، أي فإن لم ينزل عليها المطر الغزير فيكفيها المطر الخفيف أو يكفيها الندى لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوائها، فهي تنتج على كل حال. والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. أي يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب، أي يحب أحدكم أن تكون له حديقة غناء، أن يكون له حديقة غناء ففيها من أنواع النخيل والعناب والثمار الشيء الكثير، تجري من تحتها الأنهار، أي تمر الأنهار من تحت أشجارها، له فيها من كل الثمرات، أي ينبت له فيها جميع الثمار ومن كل زوج بهيج، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، أي أصابته الشيخوخة فضعف عن الكسب وله أولاد صغار لا يقدرون على الكسب، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أي أصابت تلك الحديقة ريح عاصفة شديدة معها نار فأحرقت الثمار والأشجار أحوج ما يكون الإنسان إليها. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي مثل هذا البيان الواضح في هذا مثل هذا البيان الواضح في هذا المثل الرائع المحكم، يبين الله لكم آياته في كتابه الحكيم لكي تتفكروا وتتدبروا بما فيها من العبر والعظات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي أنفقوا من الحلال الطيب من المال الذي كسبتموه، ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمار، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا الرديء الخسيس فتتصدقوا منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه، أي لستم تقبلونه ولو أعطيتموه إلا إذا تساهلتم وأغمضتم البصر، فكيف تودون منه حق الله؟ واعلموا أن الله غني حميد، أي أنه سبحانه غني عن نفقاتكم، حميد يجازي المحسن أفضل الجزاء. ثم حذر تعالى من وسوسة الشيطان فقال: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي الشيطان يخوفكم من الفقر إن تصدقتم، ويغريكم بالبخل ومنع الزكاة، والله يعدكم مغفرة منه فضلا، أي وهو سبحانه يعدكم على إنفاقكم في سبيله مغفرة للذنوب وخلفا لما أنفقتموه زائدا عن الأصل، والله واسع عليم، أي واسع الفضل والعطاء عليم بمن يستحق الثناء، يؤتي الحكمة من يشاء، أي يعطي العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح من شاء من عباده، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي من أعطي حكمة
فقد أعطي الخير خير الكثيرة لمسير صاحبها إلى السعادة الأبدية. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتعظ بأمثال القرآن وحكمه إلا أصحاب الأقول البلاغة. كمثل حبة شبه سبحانه الصدقة التي تنفق في سبيله بحبة زرعت وباركها المولى فأصبحت 700 حبة، ففيه تشبيه مرسل مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. قال أبو حيان: فهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر، أنبتت 7 سنابل. إسناد الإنبات إلى الحبة إسناد مجازي ويسمى المجاز العقلية، لأن المنبت في الحقيقة هو الله تعالى منا ولا إذا. من باب ذكر العلم ذكر العام بعد الخاص لإفادة الشمول، لأن الأذى يشمل المنة. كمثل صفان عليه تراب، فيه تشبيه يسمى تشبيها تمثيليا لأن وجه الشبه منتزع من متعدد، وكذلك يوجد تشبيه تمثيلي في قوله كمثل جنة بربة. يود أحدكم أن تكون له جنة الآية. لم يذكر المشبه ولا أداة التشبيه، وهذا النوع يسميه علماء البلاغة استعارة تمثيلية، وهي تشبيه حال بحال. لم يذكر فيه سوى المشبه به فقط. وقامت قرائن تدل على إرادة التشبيه، والهمزة للاستفهام، والمعنى على التبعيد والنفي، أي ما يود أحد ذلك. تغمض فيه، المراد به هنا التجاوز والمساهلة، لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لئلا يرى ذلك، ففي الكلام مجاز مرسل أو استعارة. الفوائد: الأولى، قال الزمخشري: المن أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه. وفي نوابغ الكلمة كتاب زمخشري: صنوان من منح سائله ومنه، ومن منع نائله وظنه. مطام الآلاء أحلى من المن، وهي أمر من الآلاء مع المن. وقال الشاعر: وإن نمرا أستى إلي صنيعة وذكر فيها مرة للئيمه. الثانية: المطر أوله رش ثم طش ثم طل ثم نضج ثم نضح ثم هطل ثم وبل، والمطر الوابل الشديد الغزير. الثالثة: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي، قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس: ضربت مثلا بعمل لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. الرابعة: قال الحسن البصري: هذا مثل قل والله من يعقله، شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه، أفقر ما كان إلى جنته، فجاءها الإعصار فأحرقها. وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله
izen kata'at anhu et dunya. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.